بخير، معكم فرح من قناة فروحة شانيل. اليوم غادي نقدم معكم مخنفر ساهل بطريقة مبسطة. عندنا جوج كيسان ديال الفينو، كاس ديال دقيق أبيض، كاس ديال الدقيق ديال القمح رطب، ربعة كيسان ديال المدافي، معلقة كبيرة ديال رافعة خميرة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الملح، بيضة، ساشي واحد ديال الخميرة. عندنا العبار بهذا الكاس ديال العنبة. غندوزو دابا الطريقة. غنجيبو دابا الخلاط ديالنا، غنديرو فيه ربعة كيسان ديال المدافي، نديرو فيه بيضة، سنيدة، خميرة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، نديرو كلشي يطحن. بعد ما طحن الخليط ديالنا، دابا غنزيدو الدقيق. غنزيدو مع ديك المليحة، صافي ديال الخميرة، ونطحنو كيكون على هذا الشكل. غنخلوه واحد 10 دقائق، نعاودو نطحنوه لين تلاقى معكم. بعد ما وجد الخليط ديالنا كيصبح بهذا الشكل، كنكبوه في آنية ونخلوه واحد ثلث ساعة ونرجعو باش نطيبوه. داز ثلث ساعة على الخليط ديالنا ديال المخنفر باش كيجي. هاوف كيفاش كيجي. دابا غندوزو نطيبو. بعد ما سخنت المقلة ديالنا، انا غنستعمل هاد المقلة ديال سبع وجوه، المقلة العجيبة. دهنو دابا بزبيدة، درت العجين ديالي في هاد الموزع ديال العجين، كيسهل هذا. كدير مغرفة صغيرة، الكيش هذا كدير مغرفة صغيرة. إذا طيبيها تقدري طيبها في مقلاة وجدية.
نستناو عليهم يطيبوا ونقلبوهم. دابا المخنفض شوفوا كيفاش طابت. دابا المخنفض هو طاب، نحيدو نكمل المخنفض في الطياب ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال المخنفض ديالنا، كيتقدم هكا بالعسل والزبده. كنتمنى يعجبكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي، اشتركوا فيها، دعموني باللايك وبالبارطاج.